واحد بيقول ينفع تقليد المذهب في التبرك والتوسل اه ينفع ينفع والله تقليد انا اتوسل الى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم انا عن نفسي بعمل كده وفعله الامام احمد رحمه الله وكتب الى تلميذه المروذي يعني بيكتب له عشان يعني تشوف الامام احمد مش بيقول لا ده بيكتب عشان بيقول انا بعمل كده كاتب له يعني كتب الى تلميذه في المنسك انه يتوسل الى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم والتبرك كلام الاصحاب يعني واضح في كتب الفقه وهذه الاحكام ذكرت للتعبد وللعمل بها ما احنا هنتكلم ان شاء الله عن المساله دي الاحكام دي ما ذكرتش احنا مش بندرس فيزياء وكيمياء احنا بندرس فقه لنتعبد ما هو ثمره الفقه التعبد اه لو انت عاوز تخرج من الخلاف لو انت بتقلد قولا اخر ما عنديش مشكله في كده يعني انا مش بلزمك باتباع المذهب او العمل بالمذهب بس بقول لك ده قول سائغ ولو عملت به تقليدا للامام احمد عادي مفيش مشكله وحتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول لك احنا لا ننكر في هذه المساله هو ينص على هذا ونقلت الكلام ده قبل كده بيقول لك احنا لا ننكر في هذه المساله لان العلماء منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالكراهه بالكراهه مش بالتحريم قال لك واحنا بنختار القول بالكراهه يعني هو لا يقول بالتحريم اصلا يعني هو ده كلامه مش كلامي موجود في الدروس السنيه بيقول لك انا لا انكر في هذه المساله في علماء قالوا بالجواز وعلماء قالوا بالكراهة أنا مختار قول الكراهة مش التحريم يعني أنا بقى مختار قول الجواز أنا متبع للإمام أحمد في هذه المسألة.